انا عايزه بقى اوجه كلمه للساده المشاهدين بخصوص ضغط الدم يا شيخنا. اتفضل. ضغط الدم للاسف من اكثر الامراض الشائعه في العالم العربي. وللاسف في فئه كبيره جدا من الناس مصابه بضغط الدم وما تعرفش ان هي مريضه ضغط دم. ليه؟ لان 95% من الاشخاص المصابين بضغط الدم ما بتظهرش عليهم اي اعراض. و5% بس اللي بتظهر عليهم اعراض الصداع والدوخه والزغلله. فال95% اللي ما بتظهرش عليهم الاعراض بيبتدي الجسم مع مرور الوقت يتاقلم على وضع الضغط العالي ويعافر معاه ويحاول يتحمل لحد ما بتيجي لحظه الجسم بينهار ويتفاجئ الشخص انه اصيب بجلطه على القلب او المخ أو أزمة قلبية مفاجأة تؤدي للوفاة. عشان كده سمي بالقاتل الصامت. الواحد يبقى في أمان الله كده وتجيله سهل. بالظبط، يقول لك ده وقع من طوله. الله يرحمه. لأنه القاتل الصامت ربنا يحفظ الناس جميعا. فمهم جدا يا شيخنا. ملوش أي أعراض خالص يعني الواحد غير الزغلالة والصداع. مفيش. كمان الضغط اللي حابة أقوله. طب مريض السكر يا دكتورة منال. تمام. يجيله الضغط بسهولة. معرض جدا. معرض. طبعا بسهولة يعني. ونسبته أكتر إن يجيله. طب يعمل ايه؟ طبعا لازم يتابع الضغط. لازم يتابع يا جماعه. حتى الشخص السليم بعد سن الأربعين لازم يبقى فيه متابعه دوريه لضغط الدم. ولو في تاريخ مرضي في الاسره او سمنه او شخص مدخن كمان يتابع قبل سن الأربعين. ضغط الدم يا شفنا بيتقاس مش يتحس. طبعا يعني مفيش حد يقول اصلا عندي صداع انا كده عندي ضغط ويروح واخد دواء ضغط من نفسه. لازم يتقاس عند دكتور ويتقاس مره واثنين وثلاثه على مدار الاسبوع. على مدار الاسبوع. طيب.